أول مرة يحتفل فيها التلفزيون بالمولد النبوي الشريف كان في الأسبوع الثامن من الافتتاح الرسمي يوم السبت 3 سبتمبر سنة 1960. أذاع التلفزيون يومها سهرتين، الأولى على هامش السيرة قدمها المذيع عباس أحمد، والثانية ليلة المولد اللي كانت مليئة بالمديح والتوشيح وأخرجها حسن حلمي. ومن يومها ظل الاحتفال بالمولد النبوي على الخريطة السنوية للتلفزيون. نور النبي هل عليه هل علينا، نور النبي هل عليه هل علينا،